تعالوا بقى نشوف كابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي. انا بقول ان احنا من الجيل المحظوظ جدا في النادي الاهلي، احنا عصرنا، انا واحد من الناس عصر الكابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، ومحظوظ بالتواجد في وجود الكابتن محمود الخطيب داخل النادي الاهلي. طب انا بقول الكلمتين ده ليه؟ لان ده واحد بيقدر في كل مكان بيروحه وبياخد قدر كبير جدا من ده، طبعا قدر نجوميته وهو اسطوره الوطن العربي وافريقيا والنادي الاهلي. لكن ايه الدليل على اللي انا بقوله ده؟ كابتن محمود الخطيب اجرى حوار مع السي ان ان، احد ابرز المحطات العالميه يعني، مع كابتن محمود الخطيب، وعاوز اقول لكم التقديمه بس اللي قدمها السي ان ان، المقدمه اللي عملوها لكابتن محمود الخطيب في هذا الحوار. قالوا نصا كالاتي: محمود الخطيب واحد من اعظم اللاعبين الذي انجبتهم مصر وافريقيا على الاطلاق، كان لديه الشغف الغزير كمهاجم، وكان الالهام من رقم 10، اسطوره اخرى هو البرازيلي بيلي. محمود الخطيب اسطوره نادي واحد. قضى الخطيب كامل مسيرته المهنيه في عملاق مصر النادي الاهلي، والذي قاده الى نجاح محلي وقاري لا مثيل له. لكن حلمه الاكبر كان قياده مصر الى المجد في كاس الامم الافريقيه، واستطاع تحقيقه عام 1986. ده اللي بتكلم عنه، قيمه ان يكون رئيس النادي الاهلي هو اسطوره حقيقيه، صاحب تاريخ مشرف، سواء كلاعب او اداري او رئيس نادي. اسطوره عشقها الجماهير في الملاعب، ويوم اعتزاله كان يوم حزين للكره في مصر وفي افريقيا كلها. كابتن محمود الخطيب هو وجهه مشرفه للنادي الاهلي وللرياضه المصريه امام العالم كله، وده اللي واضح في المقدمه اللي عملتها سي ان ان للحوار مع كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب في الحوار ده قال: بالنسبه لي كره القدم حياه. عندما كنت صغيرا كان والدي يعطيني بعض الاموال، كنت اقوم بادخارها، وفي نهايه عطله الاسبوع كنت اذهب واشاهد فيلم مدته 15 دقيقه عن بيليه يعرض في احد السينمات، واعتقد ان كره القدم شكلت شخصيتي وحياتي. كمان قال: محمد صلاح لاعب رائع، لديه قدرات فنيه وبدنيه رائعه، محترف بشكل كبير جدا، ويعرف كيف يحافظ على نفسه ويقدم امكانياته على المسرح العالمي. واعتقد ان تاريخ ليفربول ومشجعيه ساعدوا صلاح بشكل كبير، واستطاع تحقيق العديد من الالقاب الاوروبيه ولقب الدوري الانجليزي. اتمنى ان يكون محمد صلاح والمنتخب المصري بالكامل يوما ما ان يفوزوا بكاس الامم الافريقيه، وان يحقق البطوله القاريه مع منتخب مصر. وكمان اتكلم عن كره القدم القاريه في افريقيا، وقال: الفرق العربيه والافريقيه لديها الكثير من المواهب، ولدينا اساطير في كره القدم، ويجب ان يكون هناك دعم مالي ومعنوي من القاره بكاملها لمساعده المنتخبات العربيه والقاريه في الوصول للمراحل المتقدمه في مسابقه كاس العالم. ما حققه المغرب في كاس العالم الاخير أعطانا حلما وطموحا للوصول إلى أبعد نقطة في كرة القدم العالمية. أعتقد المغرب أظهر للعالم كله أنه يمكن كعرب وأفارقة أن نفعل ذلك، وأمل في المستقبل القريب أن أرى فريق عربي أفريقي في المراحل النهائية في كأس العالم لكأس العالم. الحقيقة ده حوار مع أسطورة، وده كلام أساطير، كلام زي ما بيقولوا كده موزون بميزان، عارف انت اللي هو بيوزن الكلام قبل ما يقوله، كلام دايما بيكون ايجابي الحقيقه يعني. ده النموذج المشرف والقدوه الحقيقيه، ده اللي احنا بندور عليه كنموذج للاطفال وللشباب في كل المجالات، مش في كره القدم بس الحقيقه يعني. كابتن محمود الخطيب حقيقي وجهه مشرفه لينا كلنا، سواء في النادي الاهلي او الرياضه المصريه او العربيه.